الشاشة في رمضان عامرة بعدد كبير من المسلسلات والبرامج، ورغم هذا الزخم يتابع المشاهد ولا يفوت شيئا. واللاجئون الفارون من الحرب في بلادهم بالتزامن مع يومهم العالمي لم تغب قضيتهم عن الدراما الرمضانية. أهلا بكم في حلقة جديدة من تفاعلكم، وهذه أبرز مواضيعنا. في يوم اللاجئين العالمي، تقرير أممي جديد يكشف عن ارتفاع أعدادهم، وحلقة سيلفي تجسد مأساتهم. اتهامات بفبركة ردات فعل الجمهور في برنامج الصدمة على MBC، والمشرف على العمل يكشف الحقيقة لتفاعلكم. الشيء ذا ودينا يحطنا عشان كثر ما تحب شغلة وتعطيها عمرك ووقتك، كثر ما تحاول تتحاشاها. وفي تفاعلكم أيضا، الإعلامي السعودي بدر الزيدان يتحدث عن البطولة الأولى في المسلسل الخليجي عود أخضر. هناك ارتباط بين شهر رمضان والمائدة العربية التي تكون عامرة بالمقالي والحلويات. سؤال حلقة اليوم نقيس من خلاله تأثر الوزن بالسفر الرمضانية. السؤال الذي نشرناه على حساب البرنامج في تويتر كان يسأل: وزنك في رمضان ضمن ثلاثة خيارات، الخيار الأول وزنك زاد، الخيار الثاني وزنك نقص، الخيار الثالث وزنك ثابت. ويمكنكم المشاركة في التصويت عبر حساب البرنامج الذي سيظهر بعد قليل. العالمي للاجئين، أصدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقريرا جديدا كشف عن ارتفاع أعدادهم بنسبة 50% في الأعوام الخمس الأخيرة. وقدرت المنظمة الأممية أعداد اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء بأكثر من 65 مليون شخص في العالم. وبالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين، خصص مسلسل سيلفي حلقة اليوم لطرح مأساة اللاجئين. نتابع. شو اللي صاير؟ اخذوهم الجندرمة، اخذوا الكل، كل اللي اجوا الاسبوع الماضي اخذوهم. وياسمين وينها فيه؟ ما بعرف، اخذوهم كلهم على الحدود. شلون ياخذونها هذه طفلة ما عندها أحد؟ يا دكتور نحن متطوعين هون، ومؤقت هون المخيم، وخبرونا ما فينا نعمل شيء. دكتور خالد لوين رايح؟ دكتور خالد. رغم الإعجاب بمضمون برنامج الصدمة المعروض على قناة MBC، ويعتمد على طرح مواقف مختلفة يتعرض لها الجمهور وقياس ردات أفعالهم تجاهها، أثارت حلقة اليوم بعنوان طرد مشرد أثارت استياء كبير، خاصة مع اتهام مغردين لمنتجي البرنامج بالاستعانة بممثلين وفبركة ردود فعل الشخصيات التي يقول معدو البرنامج أن من الجمهور. نتابع جزء من طرد مشرد. عم حكيك ما بتسمع؟ يا عم تسمع ولا ما بتسمع؟ اوه تادي المحل يا عم، امسك حط على وشك لما بتسمع. هون ما بينفع مشان الزباين. يلا قوم. لو سمحت تفضل. ما فيها شيء الادم يعني، خليه يقعد ياكل يعني، انسان كبير بس مشان يعني ما فيها شيء خليه يقعد عادي. هذا نعم بس ما بصير يعني بالملابس هي يفوت يقعد هون. يعني مشان القصة بدأت بعد استغراب مغردين منهم حسام الحارثي، استنكر في تغريدة تحميل البرنامج ما لا يحتمل من معاني هادفة وإيجابية، معتبرا الصدمة برنامج مقالب منسوخ وممل يتاجر بالمشاعر والقيم بحسب كلامه. طبعا تغريدة الحارثي جاءت بعد ظهور أحد الأشخاص يقول عنه إنه ممثل ويظهر كمواطن مصدوم، مؤكدا أن هذا الممثل شارك معه سابقا، أي مع حسام الحارثي، في مشهد مع نفس المنتج. الإعلامي مهند قطان قال في تغريدة هو أيضا: تأكدت بعد حلقة اليوم من برنامج الصدمة أنه تمثيل، أو جزء كبير منه تمثيل، بسبب واحد من الضيوف أعرفه كويس. على العموم، للاستيضاح عن هذا الموضوع من كندا ينضم إلينا المشرف العام ومنتج برنامج الصدمة المخرج العراقي أوس الشرقي. طبعا بنرحب فيك يا أوس، أنت بدأت إجازتك بس يعني كلمناك عشان نستوضح منك على هذا الموضوع، هل فعلا البرنامج بيعتمد على ممثلين؟ يا مرحبا، أحييك وأحييك السادة المشاهدين. أبدا يعني أنا أنفي هذا الموضوع تماما. القصة
باختصار شديد أن هذا الشاب اللطيف اللي كان موجود في المقهى أو بالمطعم بعد ما صار المقلب ب وبعد ما تفاعل مع الحدث وعرف طبعا انه كاميرات وطلع للمذيع وحكى معه, هو حكى مع مسؤول الانتاج اللي الاخ ثامر الصيني وطلب منه وقال له انا عندي موهبه التمثيل وانا ارغب بالتمثيل, واخذوا رقم تليفونه وفي عمل اخر طبعا لانه هذه حلقه المشرد كنا مصوريها من اكثر من 5 أشهر, بعدها بفتره هذا الرجل صارت له فرصه ومثل, ويعني هذا مستقبله طبعا يعني بس ما له علاقه بموضوعنا. هذه القصه بما انزلت. واود ان اشير انه هذا البرنامج بالاخير في يعني بالصدمه يلتقي بناس ما نعرفهم مين وما نعرف مجالات عملهم ولا نعرف, يعني احنا بالامارات التقينا باعلامي بالصدفه ايضا بمطعم وما كان يعرف بالمقلب, والتقينا بمطربة أيضا في مكان آخر وكانت تبكي, فأبدا الموضوع ليس بهذا الشكل اللي وصف. وماذا فيها إذا كان ممثل وإحنا أصلا عملنا المقلب, ما يكون يعني لو كان موجود هو بالمكان ما يعني وظيفته أيا كانت, إذا كان هو محامي مهندس دكتور أو ممثل. نعم, إذا أنت بتقول إنه هو الموضوع كان مجرد صدفة. طيب خليني أنقلك على نقطة أخرى تكررت أيضا عن البرنامج. أنت بصفتك عراقي يقال أنك أنت منحاز للعراق تحديدا, ودائما العراقيين بيظهروا بأحسن ردود فعل في البرنامج. طيب يعني أنا لو ما أنت صديقتي لأنه هذه طبعا تجرح مصداقية البرنامج, يعني أكيد أنا ما أقبل يعني وتصدق تجرح مصداقيتي أيضا, أكيد ما رح أقبل الاتهام هذا من الناس, ولكن في نفس الوقت أنا يعني أقول كلمة مهمة. كيف ننسى ردود الفعل الرائعة اللي كانت بلبنان؟ كيف ننسى ردود الفعل المشرفة اللي كانت بمصر في حلقات معينة؟ كيف ننسى ردود الفعل المبكية والدموع اللي نزلت من السعودية؟ كيف ننسى مواقف مشرفة بالإمارات وطبعا مواقف مشرفة ورائعة من العراق؟ طيب كيف نلغي كل هذه المشاعر والقيم الإنسانية النبيلة من أجل مجموعة من الأشخاص لسبب أو لآخر نسوا قيمة البرنامج وراحوا بها باتجاه أنه أي دولة أفضل, الإمارات لا العراق لا السعودية مين تعامل أحسن؟ مو الفكرة بالبرنامج من يتعامل أحسن, الفكرة أنه إحنا ننقل هذه القيم الإنسانية ونعالجها ونطرحها بمصداقية. لذلك تشوفين بالعراق عندنا مواقف سلبية ومواقف إيجابية, وكان في حلقات بالعراق للأسف بها مواقف سلبية, وكان في دول أخرى نفس الموضوع مواقف إيجابية ومواقف سلبية. ما يهمني أنه أنا عندي أكثر من, لو نقارن مثلا بين الإعجاب والنقد, لو كان يجيني 50,000 رسالة وتغريدة بها إعجاب يجيني 500 بها رفض وبها نقد, وهذا أمر طبيعي بكل البرامج. لكن النتيجة اللي الأهم بالنسبة لي الإشادة من الجماهير من الناس, وطبيعي عمل بهذا النجاح لازم يلاقي بعض المشككين أو بعض النقاد, لكن أؤكد تماما أن الهدف منا إنساني وفي حيادية تامة مطلقة, وأبدا لم ولن يحصل لا في تاريخي ولا في تاريخ الـ MBC ولا في تاريخ أنه نعمل من أجل تلميع أو تشويه سمعة أحد معين. يعني واليوم بالإضافة لهذا كان في إشادة جميلة ورائعة من الأزهر بحلقة الطائفية, و أنا ما أريد أرد على الموضوع, لكن بنفس الوقت يؤلمني أني ما أرد وأقول أنه كيف كل هذه المشاعر الإنسانية وكل هذه المواقف الرائعة اللي صارت من الناس وكل جميل. هذه الدموع وكل هذا البكي. وطيب أنا أقول يعني مثال أخير وأنا ما أريد أطول عليكم. نعم. في حلقات للعلم حدثت عندنا بسبب رد الفعل القاسي والمؤلم باتجاه ممثلينا. نعم. في عندنا حلقات ضربوا إلى, يعني في عندي ممثلين كسرت إيدهم وتوقفت الحلقة. نعم. بعض اللقطات منها أو إحنا بنشكرك على وجودك معنا وعلى توضيح وجهة نظرك من خلال تفاعلكم. كان معنا من كندا المشرف العام ومنتج برنامج الصدمة المخرج العراقي أوس الشرقي, شكرا لك. مواقع التحليل الخاصة بتتبع محركات البحث العالمية رصدت اتجاهات موضوعات البحث بين مستخدمي الإنترنت في السعودية في رمضان تحديدا, وتصدرت قائمة المأكولات منذ بداية شهر رمضان أعلى نسبة البحث في جوجل بهذه الأطعمة تحديدا. نتابع.
في مصر، فكشف المتصفح الأكثر شهرة في العالم عن أهم الأكلات التي يبحث عنها المصريون في شهر رمضان أيضا لهذا العام. نتابع. كنت حقول لكم انه خصوصا الكنافة والبسبوسة. على العموم مشاهدينا، فاصل ونكمل حلقتنا. في بطولة أولى يشارك الإعلامي السعودي بدر الزيدان في المسلسل الخليجي عود أخضر، المصنف على أنه دراما اجتماعية تدور أحداثها بين أبوظبي والكويت، ويتابع المشاهد فيها قصصا إنسانية من المجتمع الخليجي وحكايات حب. المسلسل يثير أسئلة عدة، منها عمل الشباب العربي في بلاد الغرب ومسؤولية تجاه وطنه وأهله وتأثير المرض على الحياة، فضلا عن التعامل مع اختبارات الحياة القاسية. يا بنت الحلال ارحميني ارحميني. أنا إنسان ما يهمني لا بي ولا سي ولا دي، أهم شيء أنجح. طب والإف إيه النظام؟ إف؟ أيوه إف منك، فعلاً إف منك. مثل حلقة أصل الدراسة طلعت من خشمي، طول الوقت أذاكر طول الوقت أدرس، يعني فعلاً سويت اللي علي. طب وماله يعني ما تبقى فلحت في حاجة حتى، ترجع لأهلك كده بشهادة تسد عين الشمس. مش تبقى متغرب. وينضم إلينا في الاستوديو بيتأكد من جلسته بدر الإعلامي السعودي بدر آل زيدان. لا جلستك تمام أعتقد. أيوة لا كله تمام، والكاميرا دحين حتاخد كل اللوك اليوم. طيب مبروك المسلسل، خلاص ممثل نقدر نقول؟ نقدر نقول. أول شيء السلام عليكم، مساكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، وشهر مبارك على كل المشاهدين وعليك انت يا سعد. علينا وعليك ان شاء الله. خلاص يعني انت دحين ممثل، كيف ردت الفعل كانت على المسلسل؟ شوفي انا ضد التحجيم وضد التخصيص. اوكي. انا مع انه الانسان يكون عنده مشاركات في اكثر من شيء وفي نفس الوقت يبدع في شغله معينه، ما في شيء يمنع. تجربتي في التمثيل كانت تجربه جميله، كتجربه اولى انا راضي عنها نوعا ما. منها اني كنت شايف نفسك ممثل كويس بامانه. شوفي كلمه شايف نفسك الحاله كلمه سلبيه، واحد. اثنين انا ما سويت هالشيء عشان اشوف نفسي انا كويس ولا لا، انا سويتها عشان اعرف الجو، عشان اجس النبض، عشان اشوف نفسي بعدين. قالوا لك انت ممثل كويس؟ صراحه الحين المسلسل لسه ما خلص، لسه يعرض، فما اقدر اخذ رده فعل لانها حتكون رده فعل زائفه، فانتظر لينتهي المسلسل واشوف رده الفعل الحقيقيه. طيب انت خلاص تركت اي تي بالعربي. ليش؟ لأن الحمد لله كلفت بثقة ام بي سي ببرنامج صباح الخير يا عرب. بس ما شفناك ظهرت في صباح الخير يا عرب إلا جدا قليل ورجعت اختفيت. طبعا كان وجودي في صباح الخير يا عرب بالتزامن مع تصويري لمسلسل عود أخضر، وبالاتفاق مع الإدارة كانوا جدا متفاهمين ومرنين، وبالعكس دعموني جدا في موضوع المسلسل وقالوا خذ وقتك كاملا صور المسلسل، وأوقات اللي تلاقي فيها فرصة أنك تصور صباح الخير يا عرب تعال، ولهم جزيل الشكر. لكن إن شاء الله ابتداء من نهاية رمضان والعيد وكل عام وأنتم بخير حنبدأ صباح الخير يا عرب. فحتكون ضمن الفريق ولست بديل لأحد؟ ما أعتقد في بديل لأي شخص موجود في MBC، لكن حنكون أنا إن شاء الله أنا وزميلي هاني والوجين وغادة نتعاون في تقديم برنامج صباح الخير يا رب. طيب بالتوفيق. وفي نفس الوقت كمان أنت تعرضت لأزمة صحية وصارت إشاعات أنه بدر يعني لا سمح الله توفى، بدر تعب كثير، إذا تحكي لنا إيش صار بالضبط؟ صراحة اللي صار لي الحمد لله على كل حال، بس أني مريت بوعكة صحية بدون ما نخوض في التفاصيل، وأشكر من هذا المنبر كل الناس اللي وقفوا جنبي بكل دعوة صادقة بكل تهنئة بالقومة بالسلامة. بس كان في إشاعات كثير انك انضربت، انه ما ادري ايش، انه ما ادري ايش، تعرف هذه الاشياء ساره؟ يعني بالعكس انا استانس لما اسمع اشاعات، لما يكون في عليك اشاعات معنى انت موجود. حتى لو اشاعات من ذا النوع؟ لا مو اول مره. اعتقد رمضان اللي فات تكلمنا في هذا الموضوع، تكلمنا عن برضو اشاعات كانت برضو. فانا خلاص يعني صار عندي مناعه ضد الاشاعات، وفي نفس الوقت يعني الحمد لله الاشاعات هذه كثرت عدد الناس اللي دعوا لي. بس هذه الإشاعات تحس مصدرها إيش يعني مثلاً؟ محبين، حسودين؟ ممكن يكون محب وممكن يكون حسود، وممكن يكون إنسان يجهل لأي مدى ممكن هذه الإشاعة تضر الشخص. أيوة. طيب خلينا نشوف بعض الأسئلة اللي طرحوها الناس على تويتر على
تغير وجهك. خلينا نشوف. تعرف الأسئلة ما هي مني. أنت متزوج؟ أنا لا مش متزوج. أيوة. هل تقبل أنك تتزوج واحدة من الوسط الفني أو الإعلامي؟ صراحة موضوع الزواج أنا نفسه موضوع الزواج شايلة من بالي، فلما تجي تسأليني عن شيء أنا مش حاط تفكير في بالي بالفترة الحالية صعب إني أجاوبك. إيه بس أنت ما أنت في أي علاقة عاطفية مع ممثلة في الوسط الفني؟ إحنا سألنا شيلة. ممكن يعني كمان يعني. أيوة إحنا سألنا شيلة. نعم يحب يعيد السؤال مرتين. سألت مرة عليها ومرة عليك. سألتيها وقالت لا حاجة أقول أيوة. يا يمكن. يمكن تقرر تعترف. طبعاً شيلة لها التحية، فنانة رائعة جداً وأنا أحترمها وأكن لها تقدير والاحترام. وبالنسبة لموضوع الزواج أنا شخصياً أنا ما أفكر فيه في الفترة الحالية، أنا حالياً متزوج شغلي وأخونا مع الحياة. اوكي طيب اوكي حاولي تفهميها بعدين. ايوه بس وشي لا ما لها اي شيء في الموضوع. يقال انها فتره مرضك كانت جدا يعني مهتمه فيك. أيوة. اكيد طبعا فتره المرض طبعا بحكم ان احنا زملاء كنا نشتغل في نفس المسلسل اكيد كان في دعم من كل طاقم العمل مش أيوة. بس على هذا الموضوع هنا في بتقول انه واضح عليك التوتر في برنامج صباح الخير يا عرب، ايش السبب؟ هل لانه اول مره برنامج مباشر يمكن؟ صراحه التوتر هذا يعني اني فعلا قاعد اشيل المسؤوليه اللي موكله الي. التوتر مش شيء خاطئ. انا سالتك كلنا السؤال بنتوتر. وانا سالتك السؤال هذا قبلها وقلت لك ليش متوتره يا سعد؟ كلنا بنتوتر. فبالعكس التوتر معناه اني انا قاعد احس بالمسؤوليه اللي انا عندي، وهي تعرف الواحد لما يدخل برنامج جديد كانه داخل مدرسه جديده او بيت جديد، لازم يتعود على الكاميرات على المخرج على الزملاء. بس ان شاء الله بالبدايه من عيد الفطر المبارك وانت رايحين ان شاء الله حتشوفوا توتر بس شوي يعني حيخف شوي. على العموم احنا بنشكرك على وجودك معنا وبتمنى لك التوفيق في التمثيل وفي صباح الخير يا عرب وفي مشروع الزواج المقبل اللي انت شايله من راسك الحين. على فكره انت اكثر انسان اشيل هم لما اسوي مقابله معاها، بس شكرا على المقابله الحلوه. تكلمت على شكرا على الموضوع فضحتني. قلت ساره على العموم بدر الزيدان كان ضيفنا اليوم، بنشكره على وجوده معنا. شكرا لك. شكرا لك. وصلنا الآن إلى وقت إعلان نتائج تصويت اليوم اللي وضعناه على حساب البرنامج في تويتر، وأردنا من خلاله معرفة تأثير شهر رمضان على الوزن. خلينا نشوف إيش قالوا الناس. 26% قالوا وزنهم زاد، 31% قال وزنهم نقص، 43% قال وزنهم ثابت. أنا حاسة هذا التصويت ما حد صوت بصدق أبدا، كلنا بنزيد في رمضان. على العموم وصلنا لنهاية الحلقة، أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في أمان الله.